أحياناً يشكك بنوايا الوزارة بدعم الاتحاد، خاصة لما بدأ الدوري وتأخر تسليم الملاعب وتأخرت الكثير من الأشياء، قيل أنها مؤامرة وزارية على الاتحاد. تدري الحديث بالإعلام الرياضي حديث مشحون بكثير من أكثر من السياسة. أكثر من السياسة، صحيح، وهذا ما يؤسف له. وأنا أعتقد حتى تحدثت في قناة الرابعة مع الأخ طه، قلت له أنا كنت أتخيل أتحدث، يعني أنا مقبل على الرياضة بها سمو وبها رفعة وبها يقول لك عامل بروح رياضية، يعني هاي سامية، يعني شفتها حتى هو تعبيره قال لي ها لقيتها مالخ. يعني الحديث بالوسط الرياضي كثير من الإشاعات، يعني أنا لليوم ملعب التاجيات يصعد ساعة 90 ساعة، يعني كلها أرقام، يعني ناس هو احنا راح نسمع منك عنها. اي اقصد التاجة. اقصد الحديث والإشاعات في هذا الموضوع كثيرة. تسليم الملاعب هو اساسا الملاعب خرجت عن الخدمة حتى يعاصي صيانتها، من عندها ملعب الشعب. لو كان هناك نية لوزارة الشباب الرياضة أن تعقب الدوري لا قدر الله، يعني أكو واحد يفكر بهالطريقة؟ يعني لا تأخر، يعني ماكو أي لا أبداً مشروع أبداً دوري نجوم العراق أبداً أبداً. ال- ال- الوقت الذي استغرق في إعادة تأهيل ملعب الشعب عادة ما يستغرق ضعفه في مواسم السابقة في مراحل سابقة. بالعكس احنا نستمتع ملعب الشعب، ملعب كربلاء، ملعب كلهن المدينة. كلهن بزمن بأزمان قياسية تم تسليمها إلى الدوري. أبدا. وهذا بشهادة الجميع. الكل يشيد بأداء وزارة شباب الرياضة بتأهيل الملاعب وبالثورة التي أقمناها. لأنه ما معقولة أنت تسلم ملعب منقوص النتيجة أنت على حساب سمعة وزارة شباب الرياضة، هذا مو صحيح. بل بالعكس هذا اللي صار، وما أعتقد تأثر الدوري ماشينا، وكان تواصلنا مع الاتحاد وكانوا متعاونين. توقيتات الدوري أثرت عليكم؟ يعني لو الاتحاد نسق معاكم بشكل أعلى كان ممكن نشوف بداية؟ لا، مو هو نوبات التوقيتات أنت ما تتحكم بيها. حتى الاتحاد عنده استحقاقات، عنده المنتخب راح يطلع، عنده في فدي، يعني عنده هواي أشياء. صح. مو معقول، يعني هو مو 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 مرتاح من يوزع. لا بالعكس، يعني كان الوقت طبعا بالمناسبة هذا بالتعاون مع الاتحاد والوزارة، الوزارة متواصلة بشكل يومي. حتى احنا نحط البرنامج بشكل صحيح وبحيث ما يتأثر الدوري ولا تتأثر حملة إعمار وزارة شباب الرياضة للملاعب.